وبدينا نزرع هذا الشجر من بداية الشهر التاسع. الحمد لله قطفنا شهر بداية شهر العاشر، وإحنا نوديه نوزعه على المحافظات مثلا على كركوك، على أربيل، شو اسمه، صلاح الدين، على باقي المحافظات كلها. هي سلة العراق، هي موصل الحمد لله. الجماعة البارحة أول البارحة جاي يمي على واحد من جماعة الكرات، أخذ مني وراح قال شو اسمه شجر الموصل درجة أولى. طبعا الماي والطين وش اسمه ملوحة ما بي بالماي وش اسمه بالقاع، كل هذا يأثر على شو اسمه على الزرع. أكثر شيء بوتيتا وشجر وهذن الشغلات. واكو ناس اذا مثلا سلك ما سلك وفاصوليا ولوبيا وهذين الشغلات. هو اهم شيء مره يشتغل بالبستان، لان يساعدنا بشيء مثلا بالقطف بالسحب على السياره، وهذا احنا اهم شيء هذين احسن من مستورد. لان انا شايف مستورد ما بي طعم اولا، لان كلها كيمياويات، هذا قليل بكيمياء، بها كيمياء بس قليل، مو مثل ذاك المستورد ودرجة أولى، زرع عراقي درجة أولى.